تعاود الأحزاب السياسية وقبيل كل انتخابات المشاركة في ترشيح ذات الوجوه السياسية ومحاولة كسب ود الناخبين من خلال الشعارات والوعود. فالمواطن الكربلائي يتطلع إلى إجراء انتخابات نزيهة وبإشراف دولي لإجراء تغييرات تمكن البلاد الخلاص من الأزمات التي عصفت فيه. مرة أخرى وقبيل كل انتخابات عادت الأحزاب السياسية المشاركة بالسلطة ترشيح نفس الوجوه لشخصيات أكل الدهر عليها وشرب، ومحاولتها كسب ود الناخبين بإطلاق الشعارات والبرامج المزيفة بهدف إبقاء هيمنتهم على السلطة. وهذه الحالة قوبلت بالرفض الشديد من قبل الشارع الكربلائي، والذي سئم من الوعود الكاذبة بإنهاء معاناته دون أن يلمس شيئا منها على أرض الواقع. هذه الانتخابات الجديدة نريدها انتخابات نزيهة، نريد وجوه جدد، كافي الوجوه القديمة والأحزاب القديمة، لأنه حقيقة الأحزاب القديمة والمرشحين القدماء ما شفنا من عندهم أي شيء، ونستغرب أنه بهذه الانتخابات راح ترشح نفس الوجوه. يعني مو كافي، كافي يعني صفقات الفساد، الوعود اللي دا تنطوها للناس اللي كلها كذب بكذب. الاحزاب ما سوت لنا شيء حتى هسه ننتخبها مره ثانيه. سوت لنا من قبل حتى تسوي لنا هسه، كل شيء ما سوت لنا، ايش سوت لنا يعني؟ احنا نجي ننتخبها مره ثانيه يعني مره ما سوينا شيء. يظل العراق على حطيته. البطاله، عمل ماكو، خدمات ماكو عامه، خدمات ماكو عامه. ويرى مراقبون أن إحداث التغيير وضمان مشاركة فاعلة بالانتخابات أمر مرهون بتهيئة بيئة انتخابية آمنة ونزيهة وبإشراف دولي، سيما وإن الناخب أصبح أكثر وعيا من السابق وتقع عليه مسؤولية اختيار الكفاءات وغير المجربين. المشكلة الأساسية والرئيسية أنه هالكتل لا تعي أنه البلد تغير، أنه الطباع المزاج العام تغير، أنه الدولة بشكل عام يجب أن يكون يحدث لها تغيير، لأن وصلت العملية السياسية إلى نفق مغلق، وإصرارهم على تكرار نفس الوجوه سيخلق قطيعة أخرى. ومشكلتنا الأساسية كانت هي نسبة التصويت، عزوف الناخب عن التصويت، وهذا العزوف سيزداد قطعا إذا كانت نفس الوجوه. والشيء الثاني هو أن هي بيئة انتخابية، وهذه البيئة الانتخابية صعب تهيئتها في ظل وجود السلاح المنفلت، في ظل وجود القوى المسلحة، يحتاج لنا إلى جهد استثنائي، لأنه حتى المراقب الدولي لا يحضر في ظل أكو بيئة مسلحة، وبدون المراقب الدولي فالمنتخبات تزور قطعا، وإن لم تزور لا توجد ثقة المواطن، وبالنتيجة سيعزف وتكون نفس النتيجة. ويتطلع الشارع الكربلائي إلى إجراء انتخابات نزيهة يتم من خلالها الخلاص من حكومات متعاقبة شكلتها أحزابا لم تقدم شيئا وكان سببا رئيسا للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي عصفت بالبلاد طوال السنوات الماضية. من كربلاء، طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.